دشنت وزارة الصحة نظاما إلكترونيا يسهم في تقديم مقترحات البحوث الصحية المزمع إجراؤها في وزارة الصحة، وذلك تحت رعاية سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة. وبذلك تكون الوزارة قد حققت إنجازا جديدا في مستوى النظم المعلوماتية ليكون أول موقع بحريني للتقدم بمقترحات البحوث الطبية. ويعد هذا المشروع خطوة متقدمة من أجل الوصول إلى مستويات متطورة ومواكبة المستويات العالمية في مجال التقديم لمقترحات البحوث. ولقد تم إنجاز هذا النظام الإلكتروني بمبادرة من مكتب المراجعة الطبية بالتعاون مع إدارة المعلومات الصحية بوزارة الصحة. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف السيد خالد الجلاهمة مدير إدارة المعلومات الصحية بوزارة الصحة. مساء الخير سيد خالد، وهل لك بالبداية أن تطلعنا على ملامح هذا الموقع، موقع البحوث الذي يعد أول موقع على مستوى البحرين للتقدم لإجراءات البحوث الطبية؟ أولا مساء الخير عليك أخوي على جميع المشاهدين. طبعا هي خدمة تقديم مقترحات البحوث الصحية هي خدمة إلكترونية تسهم هي بتقديم وتسهيل خطوات تقديم لمقترحات البحوث الصحية. وتم إنجاز هذا النظام الإلكتروني بالتعاون بين مكتب المراجعة الطبية وإدارة المعلومات الصحية في وزارة الصحة. وطبعا المشروع هو نفسه يهدف حق تحسين التواصل بين الباحثين في المجال الصحي ومكتب المراجعة الطبية في الوزارة، وسهولة الموافقة والحصول على الموافقة عليها بأسرع وقت. نعم سيد خالد، حدثنا عن يعني من هو المستفيد من هذا الموقع؟ من بإمكانه أن طبعاً يستخدم هذا الموقع ومن سيستفيد منها أيضا؟ طبعا اللي يقوم باستخدام ومستفيد منها هو جميع الباحثين في المجال الصحي من داخل وخارج مملكة البحرين. وهذا الموقع بيكون له يعني خدمه جدا ممتازه خصوصا حق اللي خارج البحرين، لان سابقا كانت لتقديم البحوث كانت اوراق ويقدم الاستمارات ويقدم البحث كامل، خصوصا البحوث تكون ضخمه على صفحات تمرات هي 600 الى 1000 صفحه ومنها تاخذ وقت وايد وممكن احتمال تضيع الاوراق. لكن حاليا الحين بالخدمه هذه بإمكان الباحث يدخل على الموقع يقوم بالتسجيل وإرفاق بحثه ومتابعة البحث ماله عن طريق الموقع إلى تم موافقة عليه، سواء كان داخل البحرين أو خارج البحرين. وهذا نتوقع أنه بيزيد البحوث عندنا في وزارة الصحة موافقة عليه. نعم سيد خالد الجلاهمة مدير إدارة المعلومات الصحية بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.